تم هذه المجموعة واللي دارت هذا اليوم بالسنغال بين المنتخبين السنغالي والمصري انتهت بالتعادل 0-2 بين الرأسية، ولكن كرة عالية دائما من نصيب اللاعبين الجزائري. يخشى محطة هجوم مضاد خطيرة يخشى الحارس يخرج، الحارس خطأ كان بإمكانه يخرج، خطأ فادح مرتكب من طرف الحارس، اظن بانه كان بامكانه يخرج. الكروز لاعب ثقيل، لاحظوا الهدف اللي تسجل لفريق الفريق الجزائري، التمريره ديال رقم اشرف صبيح الحارس كان بامكانه يخرج، اللاعب صبيح لاعب سريع، التمريره ديال تصفوت وتسجل الهدف قبل نهايه الشوط الاول بثمانيه ديال الدقائق. تتبع الإعادة، كانت ضربة زاوية، هذا هو الأصل ديال الهدف، مراوغة جميلة ديال اللاعب تصفو، تيمرر الكرة الحارس، أظن بأنه ما عدا إلا كان التقدير ديال أنه تتبع